بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مواطني ومواطنات ولاية المهدية عاصمة الفاطميين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الخاص الدكتور محمد لطفي بن مصباح رئيس قائمة حزب الرفاه التونسي بولاية المهدية وكافة زملائي أعضاء القائمة، نقدم لكم ترشحنا للانتخابات التشريعية ل 26 أكتوبر 2014. أحرار السويسي الكبرى، السويسي شربان ولاد الشام خبيرة، أحرار الجم، بومرداد سيدي علوان، أحرار ملول الشاب، قصور السيف والمهدية، عاصمة الفاطميين. إنما حتى 26 أكتوبر 2014 تختلف تماما عن سابقتها لسنة 2011، إذ أنها ستفرض على برلمان منتخب يدافع عن مشاغل مختلف الجهات ويقدم الحلول البديلة من أجل النهوض بوطننا العزيز وشعبه الكريم. ولا يخفى عنكم أن جهتنا وتعيش عديدة النقائص والإخلالات، لذا أعدكم أن نكون في مستوى ثقة. وفي هذا الإطار سنعمل جاهدين على إرساء تنمية جهوية متكاملة وعادلة تراعي الفوارق الديمغرافية والخصوصيات في الجهة. أولاً، الشريط الساحلي يرتكز على السياحة والصيد البحري في حاجة إلى مراجعة قصد إعطاء دفع اقتصادي جديد للجهة. ثانياً، العناية بالمناطق الوسطى الجم سيدي علوان بومرداز ذو الطابع الاقتصادي والفلاحي والسياحي. ثالثاً، العناية بالسويسي الكبرى شربان هبيرة ولاد الشامخ السويسي والنهوض بالفلاحة التي تعاني من التهميش والتقليد. يا أبناء وبنات ولاية المهدية، كونوا في الموعد إلى جانب قائمة حزب الرفاه التونسي شعارها يد ماسكة بغصن زيتون وبه خمس حبات زيتون ترمز إلى أركان الإسلام الخمس لديننا الحنيف المعتدل المعتدل المعتدل. إن مشروع حزب الرفاه التونسي سيرتكز على دعم قطاع الصيد البحري بمراجعة منحة المحروقات للبحارة، النهوض بالقطاع السياحي، ومنه إتمام مشروع صبخة من غيادة لفك العزلة عن مدينة المهدية، تخصيص برنامج تنموي بالسويسي الكبرى لإعادة تركيز بنية تحتية متطورة، مراجعة الخارطة الصحية لكافة الولاية وخاصة إحداث مستشفى جهوي بمعتمدية السويسي عاجلا، تسوية الوضع العقاري نهائيا وخاصة الحباس السويسي والعزيز عثمانة، إنشاء سوق جملة للمنتوجات الفلاحية بالسويسي. وفي الختام إخواني أخواتي الأوفياء، صوتوا لقائمة حزب الرفاه التونسي وعلى رأسها دكتور محمد لطفي بن مصباح ابن المناضل المرحوم البشير بن مصباح الذي ساهم في الحركة الوطنية بكل إخلاص إلى جانب العديد من مناضلين الجهة والوطن على رأسهم صديق الحميم الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة. والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.